On va pas me prendre vivant. Non. Surtout, je vais vous dire, rule number one. يعني شنو نقول لك ما عرفتش الرول لا لوا ولا القانون الاول ما خصش العدو ياخذك وانت حي ما خصش عدو بالنسبه لي عدو ليسوا مغاربه يسولوا جيران قالوا لهم حنا بوليس بغينا نهضروا معاه ها قال لك بغينا غير نسولوه ها سمع قال لك ساكن هنا على خويا با مي بروندر فيفو ها سمع سمع قال له راه لاكار ديالك سمع سمع كيدبز مع الناس كيدبزوا مع الناس قالوا والله كار ديالك اش كتخسر الهضره سمع سمع دبز لي مع الجار سمع 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 قال له حنا بوليس شنو؟ كيدبزو معايا ما فهمت والو دابا البوليسي هو اللي وقف هنا وشي واحد لتحت قال له بغينا غير نهضر معاه وعندو لي مينوط جايين عوالين دريري السيد اللي كيهضر معاهم كيهضر معاهم من الجهه الاخرى سمع سمع السيد الاخر كيهضر معاهم من مور الشرجم شد عليه وكيهضر معاهم كيقول لهم انتم شفاره ماشي والاخر وراه لي مينوط سمع سمع شد الشرجم وكيهضر معاهم كيقول لهم اش كديروا هنا وهذاك وهذا اللي هنا كيقول له سي تقود خرج 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 وهضر معايا خرج من تما هذه رجله قال له خرج هضر معاه ديري ديري لا انا بعدا اون فا با مي بروند فيفون خوتي المغاربه الحمد لله بخير على خير اللي اخترنا سيدي ربي نفضحوا هاد الشياطين نحن اطباء لا علاقه لنا مع هادشي قال لك باغي يهضر معايا انا كنتسنى ان شاء الله الجمعه مزيان فيها الشهاده لا تنسى الصباط
يمكن شتوني وجدت يمكن غيجي، ولكن هالخروج غيكون من هنا ان شاء الله. على سبيل اخوتي المغاربه سبيل اكيد ضحكوا قبل جاو شي وحدين اشخاص كيدقوا وكيصونيو ومشاو دقوا على شي واحد هنا وخرج عندهم شي جار جاري من هنا، ولكن ما خرجش بقى من الداخل عنده البيبان ديال الجيجن سميتو الشراجن ديال الحديد، وكيقول لهم شكون نتوما والشفاره، وهادو كيقولوا انت ديها فرازك وحنا راه بوليس وراه زعما القطينا وداكشي. ها هما كيدقوا والاخرين كيقولوا له شنو ديروا هنا بوليس، قالوا باش عرفتكم بوليس واحد جاري مسكين. ها معنا العوالي خوتي المغاربة حنا هما كيضحكوا. سمعتنا هاد لو تيريتوار ديال الجدرميه باش نقول لكم مش عارف. قلت لك اخوتي المغاربه واحد الحاجه مهمه، مع العدو ما خصوش يشدك حي، دونك هادي ما فيها لا انتحار ولا انتحار، واللي كيكون مريض نفسي وعنده طن المشاكل، حنا ما مرضى الحمد لله ما هذا ما والو، حنا ناس اطباء كنخدموا الخدمه ديالنا اللي هي تشخيص امراض المجتمع، والتشخيص عرفنا دوك المجتمع عرفنا شكون اللي قاتل المجتمع، دونك هنا باش يشدوني حي ابدا. هادي ماشي هذا رساله اللي تقول لي راه انتحر انتحر، دابا خليها خاويه راه يخرجوا داك بحال الفيزازي بحال داك الخماج، ولا ما انتحر هذا جنان ولا حرام. طونسيون كاين الحي الذي لا يموت هو اللي كيعول يحكم بيناتنا، حتى واحد ما يمشي جهنم ما تخافوش، ولكن باش تعيش في الذل ومع هاد الارهابيين لا، انا لا اعتبرهم دي زامي، هادو دي زينمي، دونك مايمكنليش دوني الانمي على الطلقين. خروج غادي يكون من هنا في التروازيام ايطاج، كنت بلا بلوز ديالي وبستيتوسكوب لان حاربتهم هكا صافي. حنا خوتي المغرب باش نتفاهموا كيفاش غتشرح لوالديك مثلا كنت هما والدين ولا المغاربه كاملين، انت ملي كتهضر كيقول لك واش داك المشاكل، يا ودي الطبيب هذه خدمته هذه باش تعرفوا الفكره، مسحوا الطبيب خلقوا اطباء بحال هاد الخماج اللي كتشوفوا عندكم، والاطباء الحقيقيين مسحوهم، حنا لا علاقه علاقة. سيروا دعوا لي راسي سامع، لا علاقة. يلا نوقف شوية نشوفهم شنو غيديروا.